بالنسبة للأخ بتاع شركة البترول، ممكن بالفعل أن تأخذ هذا الدواء وتعطيه لحماتك حتى أنت ترضى عنك حماتك، وبالتالي ترضى زوجتك عنك، والأمور تهدأ بينكم، لأن الرجل العاقل هو الذي يحسن ما بينه وبين أقرباء زوجته. يعني ليه بقى؟ لأن لو حصل مشكلة بينه وبين زوجته، زوجته هتروح لمين؟ لعيلتها. فلما يحسن العلاقة بينه وبين عيلتها، إلى من ستذهب؟ الله المستعان.